مكتب انتخابات نينوى أكد اتخاذ إجراءات لتسهيل تصويت النازحين داخل الحدود الإدارية للمحافظة أو خارجها، وذلك من خلال اعتماد نظام التصويت المشروط. مكتب انتخابات نينوى اتخذت إجراءات كثيرة بخصوص تسهيل إجراءات الاقتراع للنازحين. حقيقة هناك في مكتب نينوى نوعين من النازحين، هناك نزوح داخلي وهناك نزوح خارج الحدود الإدارية لمحافظة نينوى. أما بالنسبة للنزوح الداخلي لمحافظة نينوى فسيتم فتح مراكز تسمى مراكز حركة السكان، في هذه المراكز سيسهل عملية الاقتراع بالنسبة للنزوح الداخلي. أما في المخيمات الذين هم خارج الحدود الإدارية في محافظة نينوى سيكون هناك تصويت مشروط، وهذا النوع من التصويت سيسهل كثيرا آلية حصول المرشح النازح على حقه في التصويت ليوم الاقتراع.